عودة الأجواء المستقرة لكن موجة الصقيع مستمرة أيضا على المنطقة الشمالية. تفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذن يعود الاستقرار تدريجيا لعموم مناطق المملكة خلال ساعات يوم غد الأربعاء، لكن درجة الحرارة تستمر منخفضة وأقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة كنتيجة لامتداد لمرتفع جوي وكتلة هوائية شديدة البرودة لهذه المناطق. فرصة الصقيع تستمر أيضا في المنطقة الشمالية. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع درجة الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء كتلة هوائية باردة مسيطرة على عموم المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية من المملكة، لكن تكون الأجواء دافئة في أقصى جنوب المملكة. خلال ساعات الليل تعود الفرصة لتشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك، لكن خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس يتوقع أن تشتد موجة البرد من جديد في المنطقة الشمالية مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في عموم منطقة تبوك. الجو في الحدود الشمالية حائل وأيضا مرتفعات المدينة المنورة. هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تتحرك خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جنوبا نحو المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، مع استمرار بشكل عام للطقس المستقر في عموم المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة مع 11 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 10، الرطوبة 60% والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 19-14 مع أجواء غائمة جزئيا، يوم الخميس 22-8، ويوم الجمعة تصل هذه الكتلة الهوائية الباردة للرياض تنخفض لتسجل 14-7 درجات مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 16-1، سكاكا 16-4، وعرعر 15-2 فقط مع أجواء صافية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 20-8، جدة 25-16، مكة المكرمة 25-15، والطائف 20-11 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات من الأمطار 14-10، أبها 19-12، وجازان زخات رعدية من الأمطار 30-25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 19-13، حفر الباطن 14-8، والإحساء 17-11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 19-14، بريدة 16-9، وحائل 15-2 فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.